طيب الطلبة مشكلة بالنسبة للطلبة مع السلطة اللي بتحكم انه هذا القطاع من الشباب اللي قدم مئات من الشهداء وخاض كل المعارك مع الأجهزة الأمنية في الميادين وحتى مع المؤسسة العسكرية في وقت سلطة طنطاوي. هذا القطاع عنده وسائل إعلام بديلة، بمعنى أنه أقل تأثرا بقنوات العكاشية اللي موجودة في التلفزيون المصري والقطاع والقنوات الخاصة. ممكن جمهور واسع من الشعب المصري يتأثر بإعلام الثورة المضادة اللي شغال ليل ونهار تقريبا على محاولة تزييف وعي جماهير الشعب. قطاع اللي خارج هذه السيطرة بدرجة ما هو قطاع الشبابي، وفي القلب منه الطلبة اللي هم عمود الشباب في هذا البلد. عندهم مساحة من الإعلام المختلف سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها اللي بالنسبة لهم بيبقوا شايفين صورة مختلفة عن اللي بتتذاع في التلفزيون. حاجة تانية، عندهم خبرة المواجهات في الميادين، وهنا مش بنقول انه الشباب هم يعني اشجع من الكبار، لا، هي متعلقة برضو بالعوامل البدنية. يعني لو في مواجهات مع المدرعات وبتاع وطوب وضرب وجري، اكيد اللي هيتقدم الصفوف في هذه المعارك الاعمار السنية صغيرة، مش ممكن هيتقدم الصفوف الاعمار من 45 فيما فوق او من 35 فيما فوق، اكيد الاعمار من 18 ل 30 هي اللي هتبقى مقدمه الصفوف. وبالتالي هذا القطاع، هذه الشريحه العمريه كانت هي في مواجهه مباشره مع الشرطه العسكريه، وكانت في مواجهه مباشره مع الجيش الداخليه، فعارفه كويس انه هذه الاجهزه عدو اساسي للميادين وعدو اساسي للثوره، وانه مهما يعملوا من محاولة إظهار إن الداخلية دي البطل اللي بيحارب الإرهاب والجيش هو اللي حامي الثورة، ده كلام ما بيخدعهمش. عندهم ميزة تانية إنه الحركة الطلابية على مدار سنوات طويلة انتزعت مكاسب مهمة جدا متعلقة بحريات جوه الجامعة، بمعنى إنه إلغاء الحرس الجامعي قبل الثورة كان نتاج تتويج لحركة طلابية ضخمة جدا بدأت مع الانتفاضة الفلسطينية في سنة 2000-2001. الحركة الطلابية اللي انطلقت في الوقت ده من على مدار العشر سنين دول قدرت في نهاية المطاف تطرد الحرس الجامعي من الجامعة، قدرت تفرض حق التظاهر والاعتصام داخل الجامعة، فحررت بشكل جزئي الجامعة المصرية وقدرت تنتزع مساحات من الديمقراطية داخل الجامعة. في هذه اللحظة هذه المساحات من الديمقراطية المنتزعة من الحركة الطلابية حاجة مرعبة للسلطة العسكرية، لأنه إذا كانت هذه السلطة بتريد فرض حالة الصمت على الميادين وحالة الصمت داخل المصانع ولا صوت يعلو على صوت معركة مكافحة الإرهاب، في ميدان هيتحرك اسمه الجامعات المصرية، طلاب الجامعات المصرية. كسر هذا الصمت في هذه اللحظة بيمثل مصدر رعب لسلطة العسكر. ليه؟ لأنه الميادين الصامتة سواء كانت ميادين الشوارع أو ميادين المصانع هتتحرك بمجرد أن ميدان الجامعة بيهتف، أن ميدان الجامعة بيتحرك، وده حصل على مدار السنتين ونص في الثورة المصرية. كان يبقى في موجة سياسية بيتبعها موجة اجتماعية، إذا تحركت الحركة الطلابية وكسرت هذا الحاجز، حاجز الصمت وحاجز الخوف اللي بتفرضه السلطة العسكرية، على طول مباشرة هيبقى له مردود على الحركة الاجتماعية اللي في المصانع وعلى حركة الميادين، وبالتالي الخطة اللي هو عاملها للسيطرة على الميادين والكسر الحركة في الشارع هتعرض لخطورة شديدة، وبالتالي بدأ من بدري يحاصر الجامعات والمدارس ويضيق عليها بإصدار قانون منح الضبطية القضائية للحرس الجامعي، بمحاصرة الجامعات بالدبابات، بإرسال قوات مسلحة للمدارس الثانوية، بالقبض على طلبة وفض اعتصامات ومظاهرات طلبة ثانوي والمعاهد الفنية في اسكندرية وفي القاهرة وفي أماكن تانية. فبدأ المعركة بدري مع الحركة الطلابية، وده بيعبر عن دليل ضعف مش دليل قوة. لما السلطة العسكرية تبدأ المعركة بضرب طلبة الدبلومات الفنية وطلبة ثانوي في اسكندرية، والشرطة العسكرية نفسها تقبض على طلبة ثانوي في حدود 14 و17 سنة، ده بيعبر عن ضعف السلطة اللي موجودة مش قوتها.
في حقيقه الامر. السلطه اللي بتحاول تقدم اصلاحات زائفه للعمال في محاوله لتاجيل حركتهم لما بعد 25 يناير 2014، والسلطه اللي بتهجم على الحركه العماليه الحركه الطلابيه لان ما عندهاش حاجه تقدمها، لان الحركه الطلابيه بتتحرك على مطالب ديمقراطيه ما بتتحركش على مطالب اجتماعيه في اللحظه دي. فبدا يضرب الطلبه. ومن النقطه دهيت بنشوف انه اهميه تحرك الطلبه خلال الفتره اللي جايه في مواجهه هذه الهجمه الشرسه من الثوره المضاده. طيب هل الحركه الطلابيه اللي هي باسله وطول الوقت كانت في مقدمه صفوف الثوره وكانت في مقدمه صفوف النضال ضد الاستبداد ايام مبارك وما قبل مبارك بتنفصل عن الثوره عن المطالب الاجتماعيه؟ ما بتنفصلش. حاله الاستبداد اللي موجوده بره اسوار الجامعه فرض نفسها اكيد جوه الجامعه، والحركه اللي جوه الجامعه من الطلبه ما ينفعش ابدا ان هي تبقى بتحصل بانفصال كامل عن ما يدور خارج اسوار الجامعات. ومن هنا لازم يبقى في علاقه ما بين الحركه الطلابيه والحركه السياسيه. ما ينفعش ان الكليات تتحرك زي ما سامع كده ان كان في اسف عن في شويه برد كده اعتصام في كليات الاقتصاد والعلوم السياسيه في جامعه القاهره، وفي اعتصامات في حته ثانيه والدبلومات الفنيه. الحركه الطلابيه ما ينفعش تتحرك لوحدها باعتبارها حركه طلابيه وفقط منفصله عن الحركه السياسيه في الشارع، لانه السلطه هتبقى مستفيده من ده. المعارك السياسيه الكبرى زي ضد الطوارئ والمعارك ضد الاعتقال التعسفي، المعارك ضد التعديلات الدستوريه على دستور الاخوان، عمليات القتل اللي بتتم في الشوارع، دي معارك تخص الحركه السياسيه والحركه الطلابيه ايضا. وبالتالي يجب توحيد الشعارات وتوحيد الحركه ما بين الميدان وما بين الجامعه. وعشان ده يحصل لازم يبقى حركه الطلبه جزء من جبهه سياسيه او حركه سياسيه بره اسوار الجامعه. ومن الزاويه دي احنا كاشتراكين ثوريين داخلين في جبهه سياسيه، جبهه طريق الثوره، مع المجموعات السياسيه الاخرى ومع المستقلين. هدف الجبهه السياسيه ان احنا في اللحظه دي الثوره المضاده عامله هجوم شرس وفي حاله جذر في الحركه السياسيه، قدام قوة سياسيه بتتقسم قطاع بقى في حضن الدوله تماما، بقى متحالف مع الدوله ويؤيد الدوله في قراراتها وفي تصرفاتها، بالعكس يمكن هو واخد موقف على يمين الدوله شويه، ومجموعات الشباب اللي مصابه بالاحباط او بعيده عن بعض وبالتالي حركتها ضعيفه. محتاجين اولا ننهي حاله الاحباط دي بان احنا نجمع الشباب ونقول لا في مسار مختلف عن موضوع الحرب على العراق ده، وانه نقدر نكمل مسيره الثوره، وفي امكانيه ان احنا نشتغل مع بعض تحت مظله سياسيه او جبهه سياسيه مع بعض، احارب حاله الاحباط والتفكك اللي موجوده في وسط القوى الشبابيه والقوى السياسيه اللي الغير حزبيه المتحالفه مع الدوله. بالتالي الطلبه جزء من هذا التفكير وجزء من هذه الجبهه بالضروره اذا احنا عايزين نوحد صفوفنا في مواجهه سلطه الاستبداد. وده في الحقيقه حصل، يعني افتكر في وقت حركه التغيير لما كانت حركه كفايه موجوده وبتناضل بره الجامعه ضد الطوارئ وضد حسني مبارك وكذا، كان الضغط الطلابي مهم جدا في هذه اللحظه ضد سلطه مبارك. فبالتالي مطلوب جدا خلال الفترة اللي جاية انه نشوف ازاي ممكن يبقى في ذراع سياسي للجبهة الثورية اللي بتأسس بره الجامعة جوه الجامعة عن طريق الحركة الطلابية. ازاي القضايا السياسية اللي مرفوعة في مواجهة الدكتاتورية العسكرية والثورة المضادة اللي بيقودها عبد الفتاح السيسي بتلاقي صدى ودفاع جوه الجامعه ومع جبهه سياسيه رافعه مش بس
رفض للاجراءات الاستثنائيه والاجراءات اللي بتاخدها الثوره المضاده، كمان طرحه مشروع سياسي بتعرضه على الجماهير، سواء الجماهير دي طلابيه في الجامعه او عمال او جماهير الاقباط او فقراء الاحياء الشعبيه. النقطه الاخيره اللي انا كنت حابب اتكلم عنها هي علاقة الطلبة بالأحزاب السياسية. في الحقيقة الأمر احنا بنفتقد في مصر التنظيمات الموقعية، بمعنى ان احنا عندنا الروابط الطلابية ضعيفة جدا، الروابط العمالية محدودة، النقابات العمالية بتحاول تتأسس، اللجان الشعبية السياسية او الثورية في الأحياء تأسست في وقت من الأوقات واختفت دلوقتي، التنظيم الذاتي خلينا نقول في القطاعات المختلفة غايب، وفي ظل كمان غياب تنظيمات سياسية ثورية كبيرة ضخمة في الشارع. فإذا بيغيب عندنا العنصرين دول هيبقى عندنا أزمة كبيرة في ان احنا نقدر نكمل الثورة بتاعتنا. محتاجين فعلا انه تشكيل الروابط الطلابية جوه الجامعات والكليات المختلفة والربط ما بين الجامعات المختلفة ده يتحقق. يعني المعارك على اتحاد الطلبة مهمة جدا ماشي، بس مش كافية. يعني في الاخر عرفنا انه عدد كبير من الطلبة المنتمين لاحزاب سياسية كانت يعني جزء من الثورة نجحت في اتحاد الطلبة، بس في الاخر ما يعني ما شفناش ان الاتحاد بيخوض معارك ضخمة في مواجهة السلطة. فالاتحاد الطلبة مع كويس نخوض ندخل فيه، بس كمان لازم جنبه يبقى فيه روابط طلابية، ولازم يبقى فيه حركات سياسية طلابية جوه الجامعة. وقت ما كنا احنا موجودين في الـ في الـ في الجامعة، وانتوا الجيل اللي موجود في الجامعة دلوقتي حظه احسن طبعا من الجيل بتاعنا في 2001 و2003، كانت المساحة السياسية جوه الجامعة محدودة جدا. لكن كنا بنحاول ان احنا نشتغل مع بعض. انا فاكر لما كنت موجود في الجامعه كنت بشتغل مع نادي الفكر المصري، مجموعه من الطلبه المصريين ومجموعه من الطلبه اليساريين اللي مش منتمين لاحزاب، وانا كعضو في الاشتراكيين الثوريين. حاول ان احنا نشتغل مع بعض لانه السلطه كانت محاصره الجامعه والمساحه العمل ضيقه، فكنا في احتياج شديد ان احنا ننسق مع بعض ونشتغل مع بعض. ودي فكره الجبهه، حط مشروع على نقط محدده ونشتغل فيه مع بعض. اللي لاحظ خلال الفترة الأخيرة بالنسبة للحركة الطلابية في المنطقة العربية، خلينا نقول عشان دي نقطة أنا كنت نسيت أقولها في الأول، معلش. الثورة المصرية مش منفصلة أبدا عن اللي بيتم في المنطقة العربية، واحنا الثوره جالنا من تونس، يعني مش معنى ان هي مش متصدره في علبه يعني، بس اقصد انه الشراره والالهام والحماس جاء بعد الثوره التونسيه، وانتقل بعد كده لعدد من البلدان العربيه في سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي ليبيا. وفي حركه طلابيه موجوده دلوقتي في المغرب ايضا وفي تونس وفي مصر وفي كذا. ده بيقول انه الحركة الطلابية موجودة على المشهد السياسي ومهمة جدا في المشهد السياسي العربي. مستقبل الثورة المصرية مرتبط بالثورات العربية التانية. الحركة الطلابية المصرية زي ما هي بتؤثر في قطاعات جوه مصر بتؤثر ايضا بره مصر، وبالتالي استلهام خبرات الحركة الطلابية في كل البلدان العربية حاجة مهمة بالنسبة لنا. واحنا نفتكر ايام مظاهرات مناهضة الحرب على العراق او مظاهرات مناهضة العدوان على غزة او العدوان على الضفة الغربية، كنا بنشوف او بتلاقي الحركة الطلابية موجودة في مصر بقوة وفي الاردن وفي المغرب بتعمل حالة تشجيع لكل البلدان العربية. النمو وتطور وازدهار الحركة الطلابية في الفترة اللي جاية في مصر هيبقى له تأثير كمان على المنطقة العربية، وانا شايف انه في الحقيقة الحركة الطلابية هتصعد خلال الفترة اللي جاية، لانه السلطة اللي موجودة مرعوبة ومش هتقدم حاجة، بالعكس هيبقى في حالة هجوم على الطلبة.